إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. ما هو الذي بين اللحيين؟ هو اللسان. والذي بين الرجلين أو الفخذين هو الفرج. وأخطر آلة في الإنسان إما تورده الخير، وإما توصله إلى رضوان الله، إما تورده الخير وتوصله إلى رضوان الله وإلى جناته وإلى مقام عال رفيع عنده سبحانه وتعالى، وإما أن تورده المهالك، وإما أن تقوده إلى النار، وإما أن تقوده إلى الخسارة. هذه الآلة هي اللسان. ولذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أن يقرأ آيات معينة، آية في سورة آل عمران، وآية في سورة النساء، وآية في سورة الأحزاب، هي آخر آية قرأناها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. استقامة اللسان والتزام اللسان بأمر الله، وامتناع اللسان عن القول الفاحش والبذيء والغيبة والنميمة وكل ما يغضب الله، استقامة اللسان سبب في صلاح الأعمال. يصلح لكم أعمالكم. كيف يصلح العمل واللسان فاسد؟ ولذلك في الحديث الآخر أن الأعضاء، أعضاء اللسان، أعضاء الإنسان، سمعه وبصره ويده ورجله، تخاطب لسانه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأعضاء تكفر اللسان، أي تعاتبه وتقول: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فكلما استقام اللسان كان سببا في استقامة الأعمال. ولذلك
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ رضي الله عنه، قال: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، وإنا مؤاخذون بما نتكلم به، كل كلمة تكون مسجلة علينا. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، كيف لا تعرف هذا؟ هذا معنى ثكلتك أمك، انتبه، قف، انظر، تفكر، تدبر. وهل يكب الناس على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك إخوتي الكرام، أعظم آلة تكون سبباً في خيرنا، في صلاحنا، في استقامتنا، في عودتنا إلى ربنا، واللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهى كثيراً عن الغيبة وعن النميمة، ويقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام لما سأله بعضهم: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولذلك هناك استخدام جميل عظيم كبير لهذا اللسان. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. أبواب الخير كثيرة، الصلاة من أبواب الخير، الصيام من أبواب الخير، الصدقة من أبواب الخير، البر من أبواب الخير، الإحسان من أبواب الخير، لكن يا رسول الله لا أستطيع أن آتي إلا بالفرائض وبعض النوافل فيها، وأريد أن أستزيد من الخير، فأعطني عملاً واحداً متى ما استمسكت به والتزمت به واستقمت عليه كان لي بذلك أجراً عظيماً وباباً كبيراً في الخير. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله، لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله. ولذلك يقول العلماء: من عجز عن الليل أن يقومه، وعن النهار أن يصومه، وعن المال أن ينفقه، ما الذي يعادل ذلك؟ قالوا: فعليه بذكر الله عز وجل. ألا أدلكم على خير أعمالكم؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. لا شيء من العمل يعادل الذكر أبداً إلا الفرائض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأول عمل بعد الفرائض ذكر الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشبه، يضرب مثالا للذي يذكر الله والذي لا يذكر الله بأي شيء. قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت.
الذي يذكر الله حي، والذي لا يذكر الله ميت. حتى نفهم إخوة الكرام، يا أهل الإسلام، يا أهل الإيمان، يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نفهم، افهموا، ليست الحياة هي حياة الجسد، حياة الدم والعصب، بل الحياة حياة القلب، حياة الروح. ربما يكون إنسان مريض، عاجز، مصاب بعاهة، لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلاً عن أن ينفع أحداً آخر، وهو أقرب إلى الله وأحب إلى الله ومنزلته أعظم عند الله من كثير من الخلق. لماذا؟ لما في قلبه وروحه من الإيمان بالله ومحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أحب شيئاً أكثر من ذكره، من أحب شيئاً أكثر من ذكره. يا أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون، كلمة واحدة تقولها وأنت في مكانك هذا تملأ ميزان حسناتك، تملأ ميزان حسناتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله تملأ الميزان. كلمة سبحان الله، إذا قلت سبحان الله مرة واحدة في ثانية واحدة، ثق تماماً أن الله وعدك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الكلمة تملأ ميزان حسناتك. سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. مستعملات الدنيا كثيرة ومستعملات الآخرة كثيرة، ولكن الفرق بينهما أن مستعملات الدنيا تنقص بالاستعمال أو تفسد بالاستعمال. اشتري ثوباً جديداً بأي قيمة كانت ثم بيعه في السوق في نفس اليوم، يذهب منه أكثر من نصف قيمته. اشتري سيارة جديدة ثم اعرضها في السوق في نفس اليوم، تنقص قيمتها. اشتري طعاماً بأي ثمن ثم كله اطعمه فإنه تفسد قيمته بذلك مهما كان. إلا مستعملات الآخرة، ذكر الله يرفعك درجات، يزيد في حسناتك، يملأ ثواب، يزيد في ثوابك ويملأ ميزان حسناتك. ذكر الله عز وجل، سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أيها المسلمون، وهنا يسأل المسلم نفسه سؤالا: وإذا كان الذكر وظيفة اللسان، والذكر بهذه المثابة من الأهمية والخطورة في حياة المسلم، واللسان كذلك، فكم ضيعت من وقتي وكم ضيعت من حياتي، إما غافلاً صامتاً، وإما متكلماً فيما لا يعنيني، وإما متحدثاً بما لا يجوز لي أن أتحدث فيه. كم خسرنا من الأوقات. سمى الله يوم القيامة يوم التغابن. ما معنى التغابن؟ الشعور بالحسرة، الشعور بالخسارة. فيقول العلماء: كيف يكون يوم التغابن لجميع الناس، المحسن والمسيء؟ قالوا: نعم، المحسن والمسيء يشعر بالغبن، أما المسيء فيتمنى أن لو استعتب، أي تاب ورجع إلى الله، وأما المحسن فيتمنى أن لو زاد. كم مضى علي من الأوقات، كم مضى علي من الأيام، كم مضى علي من الليالي، كم مضى علي من الساعات لم أكتسب فيها حسنة واحدة، لم أقل لا إله إلا الله، لم أقل سبحان الله، لم أقل الله أكبر، لم أقل لا حول ولا قوة إلا بالله، لم أقل أستغفر الله، لم أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كم مضى؟ كم خسرنا؟ ولذا أعظم ما يملك الإنسان في حياته وأخطر شيء يملكه وأغلى شيء هو الزمن، هو الوقت، هو العمر الذي أعطاك الله. إخوتي الكرام، اللحظة التي دخلنا فيها من باب هذا المسجد أصبحت تاريخاً ومضت وانتهت وأصبحت في الماضي، إلا أنه سجل لنا فيها عملاً صالحاً، وهو أننا دخلنا بيتاً من بيوت الله نؤدي فرضاً من فرائض الله، فكم لكم من الأجر والمثوبة بذلك. ولكن السؤال: ماذا عن بقية أعمالنا؟ ماذا عن بقية أوقاتنا؟ ماذا عن بقية أزماننا؟ كم يذهب علينا وكم نستفيد منه؟ والله عز وجل يوصينا في كتابه ويأمرنا بالإيمان به وبتقواه في كل حين: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، إن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم خلقه من إنسه وجنه، فقال سبحانه قولاً عليماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر من في نصره نصر للإسلام والمسلمين، واخذل من في خذلانه نصر للإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم انصر ضعفاء المسلمين، اللهم انصر ضعفاء المسلمين، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا، وكلهم عونا وظهيرا. اللهم يا حي يا قيوم قل الناصر لهم وقل الملتفت لهم، فكن أنت الناصر لهم يا ذا الجلال والإكرام، والمعين لهم والمسدد لهم وقاضي حاجاتهم يا قاضي الحاجات. اقض حوائجنا وحوائج المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم ألهمنا مراشدنا، اللهم ألهمنا مراشدنا، وقنا شر أنفسنا والشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.